في عندنا موضوع مهم جدا جدا لازم ناخد فيه قرار سريع. القناة بتاعتنا بتخسر خسائر كتيرة جدا اليومين دول، وده وضع لا يمكن يستمر. انا شايف ان احنا نبيعها، وما تقلقش انا عندي المشتري. اشتري ايه؟ القناة بتاعتنا. هو احنا عندنا قناة؟ امال ايه؟ القناة كام؟ القناة كام يعني؟ يعني الاولى ولا التانية ولا الاسرة والطفل ولا التامنة؟ قناة اسمها عين البلد، قناة فضائية. ايه عين البلد دي؟ ما تسميها عين الجمل احسن، دي اسم دي اللي مسميها سوالم بيه الله يرحمه لو سمحت. الله يرحمه، بس دي اسم يهبط اي قناة يعني، احنا عايزين اسم ينطقها يعني. أيوه. فوق يعني. امال انا عايز اسميها ايه يا استاذ لعبيكة؟ سميها رنا. بس رنا ده اسم متداول يا ابني. ايوه طيب حلو. مستر سويلم، دي الاوراق اللي حضرتك طلبتها لي. ده انت البامبي هياكل منك حتة. دين 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 ري 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 دين دين بوم بوم. اتفضلي شوفي شغلك. استني بس اصبر، ما تيجي نأجل الاجتماع ده ونعمل قاعدة مع جميلة عشان لون البامبي ده نشوف كلامه ايه. اتفضلي شوفي شغلك. طيب عن اذنكم. احنا مش فاضيين، بنتكلم في قناة بتخسر دلوقتي ولازم نتصرف فيها. طب ما تمام، طالما بتخسر بدل ما نبيعها نشوف بتخسر ليه ونخليها تكسب. تخليها تكسب ازاي يا لعبيك يا بيه؟ اقول لك انا، احنا نغير البروجرام ونجيب بروجرام جديد كده كله طاقة وحيوية ويبقى حاجة حلوة. والله كلامك موزون وما يدخلش العقل يا ابني. يبقى ده اسم البرنامج، كلام موزون وما يدخلش العقل، ونجيب راجل كبارك ده زيك كده بالظبط، يقعد يقدم البرنامج ويقعد يقول اي كلام للناس، يقول اي كلام للناس والناس بتصدق اي حاجه ده. والتجديد مطلوب، وممكن نعمل برنامج جديد اسمه الستات ما بيعرفوش يتحكموا. انا كده جبت اخر. ليه بس؟ لا ده اسم برنامج بقترحه عليك يعني. فرحات يعني. وممكن جميل. نجيب منى الشاذلي تقدمه. خلاص 100 100، يبقى نجيب منى الشاذلي تعمل جبت اخري، وستات ما بيعرفوش يضحكوا نجيب سوسن بدر ورانيا علواني مع بعض، بحيث اتنين ما ينفعش اصلا يجوا مع بعض. ممكن استاذ شريف يعمل الستات ما بيعرفوش يضحكوا. استاذ شريف؟ ايه. لا بس استاذ شريف فاشل في البرامج، هو محامي بس. كويس ان انا محامي وكويس، انا راضي بنفسي كده. يلا جهز عقودك عشان هنمضي العالم دي. ها اتفضل. على الله.